ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي الأسبوعي نبض الملاعب. في هذه الحلقة سوف نناقش وإياكم طبعا مجريات وأحداث الأسبوع 15 من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، أيضا بالإضافة للحديث وقراءة في مباريات الأسبوع 16، وأيضا الحدث الأبرز والأهم على الساحة الفلسطينية الآسيوية، بطولة كأس الاتحاد الآسيوي والمشاركة الفلسطينية الفاعلة من خلال الفريقي الظهرية بطل الدوري للموسم الماضي وفريق أهلي الخليل بطل الكأس. طبعا فريق الظهرية وأهلي الخليل سيلاقيان غدا الظهرية القوة الجوية على ملعب دورة الدولي، وفريق أهلي الخليل أيضا سيلاقي فريق المحرك البحريني في المنامة. للحديث حول هذه المواضيع باسمكم جميعا أرحب بضيفي بالاستوديو بالمدير الفني في اتحاد كرة القدم الفلسطيني الكابتن أحمد الحسن. مساء الخير وأهلا ومرحبا بك. مساء النور اخي ابو محمود، الله يسلمك، تحياتي الى كل جميع مشاهدين القناه. اهلا بكم الحمد لله على سلامتك طبعا بعد عودتك من السفر. يعني دعنا نبدا من حيث انتهينا في الحديث في مقدمه البرنامج. ابو عمر، غدا يوم حافل بالنسبه لكره القدم الفلسطينيه، الظهريه واهلي الخليل سفراء فوق العاده لكره القدم الفلسطينيه، القوه الجويه العراقي للمره الثانيه، وايضا للمره الثانيه سيلاقي فريق الظهرية هنا في ملعب دورة، وأيضا أهلي الخليل في تجربة آسيوية جديدة سيلاقي المحرك البحريني في المنامة. أهمية أن يكون سفيرين لفلسطين في هذه البطولة في البداية. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بصراحة يعني هذا العام يعتبر عام بامتياز لكرة القدم الفلسطينية لما حققته من نتائج، سواء كان على صعيد المنتخب الوطني أو على صعيد الأندية، لأن هذه حقيقة أول سنة تستطيع فيها الأندية الفلسطينية أن تحصل على بطاقتي للتأهل إلى بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. وهنا تقع على عاتق يعني كل من فريق الظاهرية وفريق أهل الخليل مسؤولية كبيرة من أجل الظهور بمستوى مشرف. حقيقة أنا بدي أحكي في جانب فني، لأنه مع الأسف إحنا العام الماضي في الراكينج الاتحاد الآسيوي للأندية كان متراجع بشكل كبير جدا بسبب مشاركة نادي واحد العام الماضي هو نادي وادي النيس، وعدم استطاعة الفريق الظهري من التأهل، مما انعكس بالسلب على الترتيب التصنيف الآسيوي للأندية في الاتحاد الآسيوي للأندية الفلسطينية. نتمنى من خلال مشاركة ناديين في هذا العام أن يكون التصنيف الآسيوي للأندية مرتفع، مما يؤهلنا أن يكون حظوظ أكثر في المشاركات المقبلة. أيضا هي إضافة لكرة القدم الفلسطينية أن يكون هذا العام هو آخر عام يعني فلسطين لها حصة بطاقة ونصف بعد أن تأهل فريق أهلي الخليل. السنة القادمة إن شاء الله تعالى يعني سيكون بطل الدوري وبطل الكأس مباشرة، سيتأهلون إلى هذه البطولة. يعني هو بكل تأكيد يعني هو هنا في مبدأ الثواب والعقاب في يعني في كل بطولات، سواء كانت الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي، كل ما عند كل أي فريق أو منتخب أو أي نادي يستطيع أن يحقق إنجازات فبالتالي هو سوف يحصل على المكافأة. والمكافأة هذه مثل ما حكيت أنت إن إحنا العام الماضي كان لنا بطاقة ونص، لكن هذا العام باستطاعت إنه فريق أهل الخليل من الفوز والتأهل وحصول على البطاقة الثانية استطاعت فلسطين تثبت أقدامها. إن في العام القادم إن شاء الله سوف تكون لنا بطاقتين، ولكن هنا أقول برجع وبقول لك مسؤولية كبيرة على فريقي الظهري وأهل الخليل أن يظهروا بمستوى مشرف من أجل الأعوام القادمة تظهر الفرق الفلسطينية أيضا، هناك ونطمح في أن تكون لنا المزيد من الأندية للمشاركة. كل ما كان عندنا دوري قوي كل ما استطعنا أنه نحصل على أكبر عدد ممكن من الأندية للمشاركة في هذه البطولات. أبو عمر، دعنا نتحدث فنيا وبكل صراحة. طبعا كل أمنيات التوفيق والفوز لأهلي الخليل وفريق الظهرية في هذه المهمة الأسيوية، لكن بالنظر إلى وضع الفريقين في الدوري وما يقدمانه في دوري الوطنية موبايل للمحترفين، كيف تقرأ حظوظ الفريقين في هذه المشاركة؟ لا ننسى بأنه كل فريق أيضا يعني وقع في مجموعة ليست سهلة. نتحدث عن الظهرية القوة الجوية، العروبة العماني، الوحدة السوري، الأهلي المحرك البحريني، والجيش السوري، وفنجاء العماني. يعني احنا خلينا نناقش فريق فريق. أول شيء الظاهرية. الظاهرية قلنا كان عنده تجربة سابقة العام الماضي، لم يستطع الدخول إلى دور المجموعات بسبب أنه خسارته فارق ضربات الترجيح. ولكن الآن هو دخل دور المجموعات، الموضوع مختلف تماما. كل مباراة لها حساباتها. صحيح المجموعة قوية جدا، ولكن نحن نطمح ونعمل أنه يظهر الفريق الظهراوي بمستوى جيد، ولكن مع الأسف فهنا ملاحظة مهمة جدا لكل الأندية الفلسطينية بدون استثناء. الموسم اللي تحصل فيه على اللقب، الموسم الذي يليه سوف يكون هناك فيه تراجع في المستوى وإقالات للمدراء الفنيين. سواء كان
في محافظات الشمالية أو حتى في المحافظات الجنوبية، وأن أكبر دليل فريق الشجاعية الآن العام الماضي هو صاحب الثلاثية، وهذا العام هو أيضا يعني مستوى يعني هو في يعني وضع لا يحسد عليه بكل تأكيد. نفس المشكلة أن حقيقة أن فريق الظاهرية العام الماضي كان هو بطل الدوري، لاحظ أن هذا الموسم باللحظة إيش إنه إقالة مدربه أبو رقيق أو هو استقال، مستوى غير ثابت متذبذب. فريق أهلي الخليل بدأ العام الماضي بحقيقة بعد تكليف الجهاز الفني الإيطالي بدأ فريق في خطة ثابتة، استطاع أن يصل يعني حصول على بطولة الكأس، واستطاع أن يدخل في التأهيل لكأس الاتحاد الآسيوي، ولكن تغير الجهاز الفني، جاب جهاز فني من تشيلي بس توفقت، جاب جهاز فني من داخل الخط الاخضر لم يتوفق. بالاخير هم استطاعوا يعني ان يستعينوا بالكابتن ايمن صندوق، حقيقه يعني هذا الانسان وهذا المدرب يعني كل كل الاحترام، هو خامه تدريبيه فلسطينيه لها مستقبل واعد، يعني بدات بصمه المدرب تظهر عليه بشكل يعني واضح. بتحدث في مباراته مع شباب الخليل لاحظنا هناك في تنظيم دفاعي للفريق، فريق يلعب بشكل تنظيمي ممتاز جدا. نتمنى انه هذا التنظيم او هذا اللعب يعني الايجابي ان يظهر بشكل افضل ايضا في التصفيات الاسيويه حقيقه، لانه كل ما ظهر ان فريق الاهلي في مستوى يعني ممتاز سوف يظهر بمستوى جيد، ونفس الشيء ينعكس وين ايضا على فريق الظهريه، ايضا في جهاز ايضا تغيير الجهاز الفني، اخر شيء استعانوا بالكابتن عبد الفتاح عرار ايضا جهاز فني وطني، نتمنى ان يظهر بمستوى جيد وايضا ويشرف الكره الفلسطينيه. يعني لربما انه فريق الظهريه يعني لديهم الحظ اكثر من فريق اهلي الخليل بحكم انه ليست التجربه الاولى له في هذه البطوله، لكن على الصعيد الاخر اهلي الخليل هي الاطلاله الاولى له في هذه البطوله الاسيويه بالنظر الى اهميتها وايضا الى شعبيتها وقوه الفرق المشاركه فيها. رهبه المباراه الاولى والاطلاله الاولى في محفل قاري ابو عمر، كيف يمكن ان تقيم وما هو المطلوب من قبل الاداره والجهاز الفني وايضا اللاعبين؟ هذا السؤال بأخذنا بشقين أخي أبو محمود. الشق الأول إذا مستوى إذا بدنا نحكي على مستوى كفريق، صحيح يمكن الإطلالة الأولى لأهل الخليل والإطلالة الثانية لفريق شباب الظهرية، ولكن في نقطة مهمة جدا أنا بتقديري هي تنصب في مصلحة فريق أهل الخليل، اللي هي إنه أغلب اللاعبين هم لاعبين دوليين على مستوى عالي جدا، أغلبهم لاعبين منتخب وطني، فعندهم رهبة المباريات وحساسيتها ورهبة الجمهور، بتقديري هذه منزوعة عندهم، هذه راح سوف تخدم فريق الظهرية كفريق. هو خاض التجربة هنا تحكي بصراحة، الفرق وين الفرق حيكون عن الفرق هو في الإدارات. الكابتن عفتة عرار خاض التجربة، عنده تجربة دولية. كابتن أيمن عنده تجربة دولية، ولكن المشكلة وين عنا حتكون حتكون بصالح فريق الظهرية أكثر، إنه خاض التجربة العام الماضي. فريق إدارة الأهلي تجربتهم جديدة، هنا على أن تتعامل إدارة الأهلي بشكل يعني مهني أكثر، وأنه تترك الجانب الفني من اختصاص الجانب الفني، عدم تدخل بالشؤون الفنية، ويتفرغوا بشكل كامل للجانب الإداري، حقيقة أنه أهلي مكة أدرى بشعابها، بلاش يدخل لك في بعض يعني التدخلات. وبتقديري إدارة أهلي الخليل تمتلك يعني إدارة واعية، إدارة حقيقة مهنية بمستوى عالي جدا، إدارة استطاعت أن توفر كل مستلزمات يعني الراحة الإيجابية للفريق من أجل يظهر بمستوى جيد. ونتمنى أيضا أن هذا ينعكس أيضا على فريق الظاهري، فريق الظاهري زي ما قلنا فريق يعني هو ما فيه نجوم بقدر هو يلعب كفريق، يلعب كرة جماعية ويمتعنا، ونتمنى أن يمتعنا مثل ما أمتعنا بالمواسم السابقة. جماهير الظاهرية يعني هي ربما من أكثر أو فريق الظاهرية من أكثر الفرق الذي يتمتع بشعبية وجماهيرية طاغية وكبيرة جدا. هناك حشودات بأنه الظاهرية ستكون غدا على موعد مع الحدث، وأيضا الجزائر ستحضر في مدرجات دورة الدولي من باب رد ولو جزء بسيط من جميل الجزائر في المباراة التاريخية. يعني بصراحة أنا يعني بس يعني بهذه المناسبة لأنه أحيي الشعب الجزائري والجمهور الجزائري واتحاد كرة القدم الجزائرية لما قدموه من دعم ومؤازرة للمنتخب الفلسطيني وللشعب الفلسطيني. حقيقة يعني بدي أحكيها بكل صراحة إنه هذه المباراة أحيت الروح العروبية في أنفسنا، وأنه فعلا أحسسونا أننا لن نكن لوحدنا في الميدان، وأعطتنا دفعة معنوية سواء كانت على مستوى كرة القدم أو الرياضة أو حتى على المستوى يعني المستوى بوضوح أكثر على المستوى السياسي وعلى المستوى الشعبي وعلى المستوى الجماهيري، أعطى دفعة معنوية. نتمنى أنه هذا الموقف اللي اتخذوا الإخوان الجزائريين أن يحذو إخواننا العرب في كل مكان، لأن بالنهاية هم عمق لنا وهم سند لنا.
ابسط شيء تقديمه للفريق للكره الجزائريه او للمنتخب الجزائري او للشعب الجزائري هو فعلا زي ما حكيت انت هو رد جزء ولو شيء بسيط من الجميل اللي في اعناقنا حقيقه اللي ابهرونا فيه. هم يستحقوا منا الكثير ولكن هذه امكانياتنا. ولكن بتقديري يعني كل انسان او كل مجموعه على قد امكانياتها بتقديري لان ما تصدر من شعب يقع تحت الاحتلال لها معاني كبيره انه نحن فعلا أخوة في الدم، أخوة في المصير، أخوة في التاريخ. نعم يعني كمان مرة أبو عمر يعني هي دعوة أيضا للجماهير الفلسطينية بالزحف غدا صوب ملعب دورة الدولي ومؤازرة ومتابعة هذا اللقاء ومؤازرة غزلان الجنوب. غدا الظهرية ليس فريق الظهرية في الممثل لبلدة الظهرية، الظهرية غدا يمثل فلسطين كما أهلي الخليل يمثل أيضا فلسطين في هذا العرس القاري. كل أمنيات التوفيق والمشاركة الطيبة والنتائج الإيجابية في هذه البطولة للغزلان وأيضا للأهلي. دعنا نتحدث أبو عمر أيضا عن مجريات الأسبوع 15 من دوري الوطنية موبايل للمحترفين. أهلي الخليل وثقافي طول كرم تأجلت بالنظر للاستحقاق الآسيوي، وأيضا شباب الظهرية وهلال القدس تأجلت لنفس السبب. ربما يعني من أهم النتائج التي حصلت كان التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين أمل بين أهلي الشباب الخليل عفوا وأيضا شباب دورة. يعني شباب دورة يقبع في المركز الأخير مع هذا التعادل، تعادل ربما أضر بالفريقين بالنظر بأنه أيضا شباب الخليل يريد أن يستمر على نفس المنوال ويستمر بالنتائج الإيجابية حتى يخطف اللقب مبكرا، لكنه تعادل لم يأتي في موعده بالنسبة للفريقين، أليس كذلك؟ أنا بعتبر النتيجة هذه مثل ما حكيت أنت يعني هي كنتيجة أضرت بالفريقين ولكن هي أبقت الدوري مشتعل في دائرة المنافسة. نعم. بتقديري لشباب الخليل لو استطاع من الحصول على 3 نقاط لكان تقريبا قطع شوط كبير جدا في الحصول على اللقب، ولكن هدروا لنقطتين نتيجة التعادل أبقت المنافسة على صدارة الدوري ما بينه وبين فريق الخضر بشكل أساسي جدا. أصبح الفرق بيناتهم تقريبا ليس 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 بالكثير جدا حقيقة، وهذا مما يمتع كرة القدم الفلسطينية أكثر. نحن معنيون أنه يكون في منافسة في كرة القدم حقيقة، كل ما في هناك صراع على القمة كل ما هناك سوف تطور كرة القدم الفلسطينية بشكل أكبر جدا. لكن عندما يضمن فريق أحد الفرق حصول على لقب الدوري سوف تخفت المنافسة وما ينعكس بالسلب على أداء الأندية، وما يعني هناك في يعني زي كيرف الهبوط في مستوى كرة القدم الفلسطينية، ونفس الشيء أيضا ينعكس وين أيضا على الهبوط. إذا بلاحظ أن حتى الهبوط يعني بحاول القدم كان يبتعد عن شبح الهبوط، أن حاول تقريبا 4 فرق هي دورة هي سلوان هي الأمعري حقيقة، هذه الفرق كلها يعني هي في مرحلة في منطقة الخطر. تقديري كل هذه سوف يشعل الدوري الفلسطيني، سوف هناك في منافسة قوية وشرسة حتى النهاية إن شاء الله. أبو عمر، ألا ترى بأنه نتائج دورة في مرحلة الإياب وهو الآن متذيل الترتيب يضع علامات استفهام على يعني البذخ في صرف الأموال من خلال استقطاب اللاعبين؟ وهون السؤال نحكي بصراحة، أنا بحديش أحكي الآن بس فقط على دورة. نعم. أنا بدي أحكي على كل أنديتنا الفلسطينية سواء كانت محترفين أو احتراف جزئي أو حتى باقي الدرجات. من هو المسؤول عن التعاقدات؟ نعم. هون السؤال، هل هو المدير الفني أم الإدارات؟ إذا كان المدير الفني فإذا عليه أن يتحمل مسؤولية اتخاذ قراره، بالنهاية هو من اختارهم. أما إذا الإدارات طب أوكي، إذا المدير الفني بده يختار اللاعبين، إذا يختارهم هو وفق رؤية فنية، نعم، وفق حاجة الفريق، نعم، من نتيجة للمراكز الموجودة عنده، نتيجة خبرته العملية. لكن الإدارات ما هي خبرته الفنية؟ كل احترام لهم، كل تقدير لهم، هم أوكي هم يعمل هم وظيفتهم توفير وسائل النجاح للمدير الفني، منها فليترك الأمور الفنية الى المدير الفني، هو من يتولى هو يتكفل بها، واذا حدث هناك تقصير فسوف يحاسب. ولكن اذا كانت الادارات هي من تجلب اللاعبين، من سوف يحاسب من؟ نعم، من سوف يحاسب من؟ تحاسب نفسها بكل تاكيد، وهي لن تستطيع ان تحاسب نفسها. بالنهايه سوف يكون كبش الفداء هو المدرب، والله المدرب نتائجه سيئه، ولكن هذا غير صحيح. انا بتقديري إذا كانت إداراتنا معنية ان تعمل بمهنية وباحترافية عليها قبل بداية الموسم عندما تتعاقد مع المدرب، أن تقول أنت مخول في أنك أنت تجلب اللاعبين التي تراهم وفق هذه الموازنة. نعم. هم ما يعني أول في نقطة مهمة جدا أخي محمد كمان. أنا كرئيس نادي عندما أستحضر مدير فني حتى يكون هذا يتولى مهمة إدارة الإدارة الفنية للفريق،
المدير الفني حيسألني شو هدف النادي، هل هو حصول على اللقب البقاء ام البقاء. بناء عليه المدير الفني نعم. بحط احتياجاته من اللاعبين وبناء عليه تعطى الموازنه. لكن مع الاسف اللي قاعد بصير عندنا احنا ان الادارات هي من تتعاقد مع اللاعبين، وهنا الادارات تستغل ويتحمل مسؤوليه المدرب. نعم، وهنا مع الاسف الادارات تستغل ابشع استغلال من اللاعبين. نعم، هل وضع دوره في الوقت الحالي مؤشر على انه الفريق سيعاني بقيه المباريات في الدوري؟ بتقديري ليس دوره فقط، اكثر نعم. من نادي سوف نعم يعني نتحدث يعني. اكيد هلال القدس ايضا نعم يعاني. نعم صحيح. الشباب الامعري يعاني وسلوان. وقلت لك برجع بقول يعني على سبيل المثال مع الاسف بديش اذكر اسم نادي عريق بالكره الفلسطينيه له تاريخ يكلف شخص ما ويقول له انت مسؤول التعاقدات، انت مدير التعاقدات، وهو هو اداري وهو لا يفقه شيء في كره القدم من الناحيه الفنيه. اداريا كل الاحترام له، هو ضليع فيها، ولكن من الناحيه الفنيه مع الاسف لا يفقه شيء. كيف انت بتخليه مسؤول تعاقدات؟ شو دور المدير الفني؟ شو دوره؟ نعم، على اداراتنا ان تعي لهذه الظاهره. هذه ظاهره سلبيه سوف تنعكس بالسلب على كره القدم الفلسطينيه ليس فقط في انديتهم. نعم، ولماذا لا نكون ايجابيين اكثر مع دوره ونقول بانه ايضا مؤشر ايجابي ان يتعادل مع فريق يمتلك منتخب مثل الاهلي مثل شباب الخليل؟ هنا ننتقل لنقطه اخرى. امتى بنقول انه دوره فعلا فريق استعاد توازنه؟ هي عندما نراقب نتائجه في المباريات المقبله. هو المقياس الصحيح ليس مباراه واحده، احتمال نعم. تكون فورة احتمال يكون فريق شباب الخليل ذيك المباراه ما كانش في يوم، لكن عندما نشوف فريق شباب دوره استطاع انه يحقق الانجازات يعني 3-4 مباريات انه فعلا استعاد توازنه هذا الفريق بلش يعود لسكه الانتصارات، اذا هم بيشتغلوا باتجاه الصحيح. لكن اذا مباراه يفوز مباراه يخسر مباراه يتعادل بتقدير حيبقى ايش حال الترنح. هو المعيار الصحيح هو انه نكون ايش انه يكون المستوى ثابت من نعم. مباراه الى مباراه. شباب الخليل الضرر بالامكان ايضا ترميمه بعد هاي النتيجه، وربما انه الايام والاسابيع القادمه ايضا تؤشر وتبدي بانه الشباب الخليل سيستمر بالمنافسه والابتعاد عن الصداره، الا اذا يعني بعد مباراه شباب الخليل مع الظهرية يعني ربما سيتضح أكثر تتضح معالم الدوري. لأول مرة بحس إنه شباب الخليل هو قريب من اللقب لأول مرة. نعم. يعني والسبب حتى أقول لك السبب. نعم. السبب اللي كنا نحكي فيه قبل شوي. الإدارة تعمل بنضج وبحرف. نعم. مع الأسف في السنوات السابقة كان شباب الخليل هي من تتولى التعاقدات. لكن هذا العام عندما تركت المهمة للكابتن خضر عبيد هو من تولى التعاقدات، لاحظ انه نشوف الخط البياني تبع فريق شباب الخليل بدا بالصعود. بقول لك اياها بصراحه لانه هنا هذا الان بداوا يشتغلوا بشكل صحيح. عندما تتولى الاداره الفنيه هي مهمة التعاقدات فشوف بدا ايش يجنوا ثمار هذا العمل، وبعدك لاحظ ان فريق شباب الخليل الان تقريبا في فارق بينه وبين اقرب منافسيه. فاذا بقول لك الان هذا العام او هذا الموسم بحس اقرب موسم شباب الخليل نعم. هو قريب للقب. هل توافقون الرأي بأنه الأسبوع 16 شباب الخليل سيحل ضيفا على ملعب دورة وباستضافة شباب الظهرية؟ نتيجة هاي المباراة هي يعني من ستحكم وضع الدوري بنسبة 90%؟ أنا بأيدك بهذا الموضوع صحيح فعلا. أول شيء مباراة ديربي، مباراة فريق متصدر، فريق بطل الموسم السابق، فريقين جماهيريات، بتقديري سوف تكون مباراة لها ظروف خاصة مختلفة تماما، سوف يدخل فيها العامل النفسي أكثر من هو الجانب الفني. هنا بيجي دور المدراء الفنيين كيف يتعاملوا مع هذه نعم. المباراة. لكن هذه المباراة التعامل معها صعب جدا، يعني بمعزل أوكي الجانب الفني مطلوب، لكن أيضا الجانب النفسي والجانب الذهني يجب أن يكون حاضر في هذه المباراة. يعني أيضا ألا ترى أبو عمر بأنه ضغط مباراة الظهرية وفريق القوة الجوية سيؤثر سلبا ربما على الظهرية في هذا اللقاء مع شباب الخليل؟ لا، شوف بتقديري شوف احنا بكل تأكيد يعني اللاعب اقل شيء بده يستعيد الشفاء، هو يعني يحتاج يعني الى 72 ساعة ولا يستطيع ان يستعيد الشفاء بالكامل. نعم. بتقديري هو سوف تؤثر، ولكن هذه يعني هذه هي رزنامة البطولات في الاتحاد الآسيوي، عادة تقام المباريات في منتصف الأسبوع، وعلى المدرب هنا على المدرب أو المدير الفني أنه يعني يضع برنامجه وفق هذا الأساس، يحاول قدر الإمكان أنه ما يجد لاعبينه في تدريب ما بين المباراتين. وهنا أيضا الشباب الخضر ينتظر هدية، وأي هدية ستكون في حال تعثر الشباب أمام الظهرية؟ يعني بكل الأحوال سواء كان المباراة نعم في كل الأحوال سواء كان المباراة انتهت بالتعادل
أو بفوز الظاهرية سوف يشعل الدوري وسوف الدخدي سوف يدخل على المنافسة. يعني إذا انتهت المباراة بفوز الظهرية سوف يقترب من عنده أيضا فريق الظهرية وأيضا فريق شباب الخضر. يعني شباب الخضر هو بالمركز الثاني برصيد 27 نقطة، هناك 6 نقاط ما بينه وبين شباب الخليل بالمركز الأول 33 نقطة. لكن شباب الخضر تعادله مع وادي النيس هو دربي مدينة بيت لحم، ويعني ربما المنافسة كانت عالية جدا في هذا اللقاء، لكن أيضا تعادل ربما أنه أضر كثيرا أيضا بالفريقين بالنظر إلى وضع الفريقين، فريق ينافس لأن يلحق أو يقترب بالمركز الأول، وفريق يعني زي وادي النيس بالمركز السادس وربما في المنطقة الدافئة لكنه ما زال في خطر. لا مثل ما حكينا هاي مباراة ديربي لها ظروفها الخاصة يعني بتقديري، وما يميز فريق وادي النيس حقيقة صحيح انه يمكن في عنده مشكلة بعد اللاعبين، لكن ما يميز هذا الفريق تاريخيا هو عملية الانتقال السريع من الدفاع للهجوم. نعم، وهذه إذا بلاحظ الهدفين اللي استطاعوا يسجلوهم بهذه الطريقة، الفريق يمتاز بانتقال سريع جدا من الدفاع إلى الهجوم، وهذه أصبحت يعني مشكلة أغلب الفرق الفلسطينية ما قادر تواجه هذا الفريق. تقديري فريق وادي النيس ليس بالفريق السهل، ولكن فريق الخضر هو كان يمني النفس أنه يسعى 3 نقاط حتى يقترب من المنافسة أكثر، ولكن اللي صار معه أنه كان فريق وادي النيس هو ند قوي وعنيد له واستطاع أن يخطف من عنده نقطة هذه المباراة. شباب الخضر يعني سيبقى يقاتل حتى الرمق الأخير برأيك، من أجل حتى لو كان هناك تعثر بالنسبة له في الأسابيع القادمة، لكن يعني هناك أيضا 4 نقاط بينه وبين الظاهرية، يعني سيبقى يقاتل حتى النهاية من أجل لا فعل أي شيء. أنا بتقديري يعني فريق الخضر سوف يبقى يعني ملاحق شرس لفريق شباب الخليل، وهذا ما نتمناه حتى من أجل الدوري يبقى في قوته، مثل ما حكيت لك سوف كل ما كان في منافسة على الصدارة كل ما سوف هناك تطور، سوف يكون هناك تطور لكرة القدم في فلسطين. نعم، أما إذا انفرد فريق واحد بالصدارة سوف يفقد الدوري أيضا بريقه ورونقه. نعم، في المنافسة. يعني على عكس شباب الخليل الذي سيحل ضيفا على الظاهرية، هناك ربما بالنظر إلى وضع سلوان هناك يعني رحلة سهلة أو لقاء سهل ما بين شباب الخضر وسلوان. أنا بتقديري الرحلة لم تكن سهلة، وإذا نرجع مرحلة الإياب نتائج فريق سلوان، نادي سلوان أيضا نتائج ممتازة جدا لحد الآن، هذا الفريق لم يخسر ولا خسارة، استطاع أن يحصد النقاط، استطاع أن يحصد النقاط في مرحلة الإياب، تقديري ظهر أكثر تنظيما، أكثر فاعلية، أكثر تسجيل الأهداف، ولم يدخل في مرمى أهداف كثيرة، بتقديري مباراة سوف تكون صعبة جدا على فريق الخضر. نعم، وأيضا سلوان هو بالمركز التاسع برصيد 16 نقطة متقدما على المركز يعني خلف فريق أهلي الخليل في المركز الثامن برصيد 16 نقطة. أبو عمر، أهلي الخليل واضح بأنه المشاركة الآسيوية أخذت منه كل شيء، يعني حتى صوب كل اهتمامه تجاهها ومش كثير وضعه في الدوري بقدر ما هو أيضا يريد أن يهتم بالكأس على أمل أن يتوج بالكأس مرة أخرى. أنا بتقديري الدوري هو أهم شيء. نعم، الدوري إذا كان مع يعني كل احترام إدارة الأهلي اللي يعني بحترمها جدا وبعتبرها إدارة مهنية من أنجح الإدارات في فلسطين، إذا كان تركيزهم ينصب بهذا الاتجاه فبقول لهم هم مخطئين، عليهم أن يصوبوا هدفهم بشكل صحيح. بتقدير الدوري هو الأهم، المشاركة الأسيوية لم ينتج عليها شيء، وبطولة الحصول على بطولة الكأس أيضا لن ينتج عليه شيء، ولكن الحصول أو البقاء في دور الدرج في دور المحترفين هو الأهم. سوف يبقى الفريق في دارة الضوء، ويبقى الفريق في دارة المنافسة، وتبقى الإدارة أيضا موجودة إنه ضمن هذه الفرق، ولكن إذا كان نعم. تفكيرهم يعني مثل ما تفضلت به بتقديري هذا سوف يكون سلبي جدا على هذه الإدارة وعلى هذا النادي، وأتمنى من عندهم أنه يعملوا مراجعة لهذا الموضوع ويركزوا تركيزهم كله باتجاه الدوري. بالمناسبة واضح بأنه أيضا التركيز في المحافظات الجنوبية صوب الدوري نظرا صوب الكأس نظرا لامتيازات بطل الكأس كونه هو يعني بطل الكأس من يشارك في البطولة الآسيوية، أيضا هناك في المحافظات الجنوبية يعني تركيز بشكل ما احترامي اللي بفكر بهذه الطريقة بكون تفكيره خاطئ، لأنه نفرض الفريق أنه حصل على بطولة الكأس وهبط من دوري المحترفين. نعم. شو النتيجة؟ يكون هو الخاسر الأكبر بهذا الموضوع. نعم، يعني فريق أهلي الخليل زي ما حكينا يعني كان له مباراة مؤجلة مع ثقافي طول كرم، هي أيضا فرصة خلال الأسبوع 16 لثقافي طول كرم أخذ جرعة يعني ربما أكبر من بقية الفرق من خلال الراحة لمباريات الأسبوع 16. ثقافي طول كرم سيلاقي شباب دورة
مباراة أنا بعتقد أنها مبهمة إلى حد ما، إذا ما حكينا بأنه فريق دورة بعد التعادل مع شباب الخليل هناك نوع من التطور أو من الصحوة في هذا الفريق. يعني بتقديري هي كل مباراة لها ظروفها مثل ما حكينا، بتقديري ثقافة الكرم يعني المواسم السابقة كان مستوى جدا ممتاز، كان هو الحصان الأسود لبطولة الدوري الفلسطيني، ولكن هذا الموسم تقدير شوي نوعا ما مستوى ليس مثل المواسم السابقة، لكن حقيقة بس كان يمتعنا لما يمتلكه من لاعبين من عناصر شابة. نتمنى أن هذا الفريق يبقى الحصان الأسود، وهو يعتبر أنا بدك تقديري إذا يعني مع فريق مع مركز شباب بلاطة هم يعتبروا هم ممثلين الشمال، حقيقة ظهروا بشكل ممتاز جدا في المواسم السابقة وظهروا كممثلين حقيقيين لكرة الشمال وأمتعونا في أدائهم. نتمنى أن يبقى هذا المستوى لفريق ثقافة طول الكريم وفريق بلاطة نفس الوقت ويمتعونا ويكون أيضا منافسين قويين في الدوري الفلسطيني. نعم يعني لكن ثقافة الكرم كان له بداية قوية في الدوري هذا الموسم أبو عمر، يعني حتى الآن بالمركز الخامس برصيد 19 نقطة يفصل عن شباب الخليل 14 نقطة في المركز الأول، برأيك إلى ما تعزو هذا التراجع؟ ما تعرف شو الظروف اللي أخذ البون فيها فريق الثقافي، وزي قلت لك أنا يعني الموسم الماضي يعني كاد قاب قوسين وأدنى أنه يعني يكون هو في الصدارة، لكن في بعض المباريات هون بيجي عامل الخبرة بيلعب دور كبير جدا. نعم. يعني أغلب لاعبينهم من لاعبين الشباب الصغير، إذا استثنينا يعني يمكن عندك مثل معاذ مصطفى عندهم نوعا ما شوي، رامي حمادة كحارس مرمى الآن بيلعب معهم. نعم. أغلب لاعبين وبقية لاعبين شباب صغيري السن، فبعرف كيف يتعامل في بعض الظروف في بعض اللحظات تحتاج إلى لاعب الخبرة أن يتدخل في هذا الموضوع، وأنا بفقد السيطرة. نعم. مما يكلفهم ثلاث نقاط أو يحصل على أنذار أحمر غير مبرر. بتقديري فريق الثقافي يعني إحدى هذه الأسباب هي الرئيسية اللي خلته إنه هذا الموسم لا يظهر بالمستوى اللي كنا نتمنى ونتوقعه. ولكن هل هو حاضر؟ نعم هو حاضر حصول على المركز الخامس لحد الآن. شباب المركز الأمعري مركز بلاطة 3-3، النتيجة يعني تغني عن التعليق والكلام ربما أبو عمر. يعني يمكن أنا بدي أحكي شوي عن موضوع الأمعري، يمكن في غصة بالداخل لأنه بحكي وكل يعني في ألم من هذا النادي العريق اللي هو يمكن اللي حصل على أول لقب في الدوري الفلسطيني قبل المحترفين في 96 عند في السلطة أو يعني ذات إنشاء السلطة الفلسطينية. نعم. وهو أول نادي حصل على بطولة المحترفين دوري المحترفين، وهو طلع مثل فلسطين في بطولة الأندية العربية، هو نفسه طلع فلسطين مثل فلسطين في كأس رئيس الاتحاد الآسيوي. هذا الفريق اللي كان له جماهيرية واسعة. نعم. يعني أنه يصل به الحال إلى هذا الوضع، أتمنى والله أتمنى من كل قلبي لهذا الفريق أنه يرجع الأمعري كما عهدناه سابقا، حقيقة لأن هذا الفريق هو وجماهيره وإدارته يستحقهم كل خير، وأتمنى أن يظهر الأمعري مثل ما كنا عهدنا بالسابق. وبالنسبة لنتيجة بلاطة بلاطة بقديري أن الخطأ اللي ارتكبوه الكبير هو الموسم الماضي أو هذا الموسم أنهم استغنوا على كثير من لاعبينهم بدون تخطيط وبدون احترافية، مما حقيقة في أكثر من لاعب أفقدوا يعني مراكزهم مراكز حساسة، كان لاعبين مؤثرين لأنهم هم مفاتيح اللعب في فريق بلاطة دون تعويضهم بلاعبين آخرين، مما انعكس أيضا بالسلب على أدائهم هذا الموسم. لاحظهم هذا الموسم ليس كبلاطة الموسم الماضي، نتمنى أن يكونوا استفادوا من هذا الدرس ويعودوا يصوبوا أمورهم في الموسم القادم. يعني أيضا أبو عمر ألا ترى بأنه فريق مثل مركز بلاطة ربما أنه بعيد إلى حد ما عن منطقة الصدارة، أيضا هناك 12 نقطة ما بينه وبين شباب الخليل، سيركز أكثر على بطولة الكأس لأنه أصبحت يعني هي أصبحت موضوع الكأس مشكلة بالنسبة للمشكلة من ناحية التركيز، ومرة أخرى بنركز على أنه زي ما تفضلت أنه الدوري عم بفقد رونقه من خلال التركيز أكثر على الكأس. لا هنا في نقطة مهمة جدا، هنا إذا كان فريق مثل زي بلاطة هو ضامن بقاؤه في دوري المحترفين. نعم. ولكن فقد الأمل بالحصول على اللقب، ممكن أنه يحط صوب عينه للحصول على لقب الكأس. نعم. ولكن إذا كان فريق زي سلوان، مع احترامي لهم سلوان أو هلال القدس أو الأمعري أو دورة، أنه هو مهدد بالهبوط ويركز تركيزه ويروح باتجاه لضغوط الكأس، حيكون غلط. نعم. هدف بلاطة مشروع من حقه، هو مأمن نفسه انه باخذ من دور المحترفين، ولكن بتحصل على لقب اخر حتى امثل احصل على التمثيل الاسيوي. ولكن اذا كان فريق هو مهدد بالهبوط ويركز ويترك تركيزه انه خوفه هروب من شبح الهبوط
ويركز باتجاه الكاس تخيل هون سوف تكون الكارثي. اوكي حصلت على الكاس فريقك هبط. نعم. شو استفدت انت؟ ولا شيء. اذا التركيز اللي يكون باتجاه نعم. والامعري نفس الشيء. الامعري انا كلامي واضح، الامعري هلال القدس ودوره وسلوان يجب ان يركزوا باتجاه الابتعاد عن شبح الهبوط وينسوا الكاس. نعم. ولكن الا ترى بانه فرق مؤخره الدوري ان تقاتل على جبهتين هي معضله بالنسبه لهم؟ سريعا لانه ابو عمر موضوع الاذان يعني كمان نصف دقيقه. انا بتقديري يعني هذا الصعب يعني من الصعب جدا، هو مش قادر انه يقاتل على جبهه واحده، كيف يقاتل على جبهتين؟ فتقديري من الاجدر بهم انه يركزوا باتجاه هو باتجاه البطوله. ننتقل جميعا مشاهدينا الكرام الى هنا وناتي الى نهايه هذه الحلقه من برنامج نبض الملاعب. الشكر كل الشكر للمدير الفني في اتحاد كرة القدم الكابتن أحمد الحسن، شكرا جزيلا. وأنتم مشاهدينا الكرام الشكر طبعا موصول لكم، ولكن نبقى وإياكم مع نشرة أخبار الرياضة والزميلة نغم كيلاني. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم إلى النشرة الرياضية وهذه أبرز عناوينها. رغم سقوطه بفخ التعادل، العميد يحافظ على صدارته للمحترفين، وخدمات رفح يعزز موقعه أولا في الدوري الممتاز. ضمن مباريات كأس الاتحاد الآسيوي، شباب الظاهرية يستضيف القوة الجوية غدا الأربعاء على ملعب دورة، وأهل الخليل في مواجهة المحرق البحريني في المنامة. مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا، أرسنال يسعى لفك عقدته أمام برشلونة، وبايرن ميونخ ينزل ضيفا ثقيلا على يوفنتوس. إليكم التفاصيل. البداية من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، إذ حافظ شباب الخليل على صدارته للمسابقة رغم تعادله على أرضه وبين جماهيره مع ضيفه شباب دورة، متذيل الترتيب بهدفين لمثلهما ضمن مباريات الأسبوع 15. التعادل كان عنوان الأسبوع 15 من دوري الوطنية موبايل للمحترفين، والذي شهد إقامة 4 لقاءات وتأجيل 2 بسبب المشاركة الآسيوية لفريقي شباب الظاهرية وأهل الخليل. الجولة افتتحت بتعادل سلبي خيام على الديربي التلحمي بين صاحب الترتيب الثاني شباب الخضر والسادس ترجي واد النيص، فظل الخضر ثانيا والترجي في منتصف الترتيب. أما التعادل الثاني فقد كان نتيجة لقاء سلوان 9 وشباب السموع 7، وافتتح سلوان التسجيل في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول عبر لاعبه محمد الرضا قبل أن يسجل المخضرم فادي لافي هدف التعادل لليث الجنوب في الدقيقة 80 من عمر المباراة. وعلى ملعب بلدية نابلس نجح فريق مركز بلاطة والشباب الأمعري بتقديم أحد أجمل العروض الكروية في الموسم بعد أن تعادلا بنتيجة 3-3، وسجل لبلاطة أدهم أبو رويس وبهاء البدرساوي ومحمد جمال، فيما سجل للأمعري سياف الهواشلة وهمام أبو حسنين وبهاء البدرساوي خطأ في مرمى فريقه. وفي اللقاء الأخير قدم متذيل الترتيب شباب دورة أجمل لقاءاته في الموسم، فأجبر المتصدر شباب الخليل على التعادل بهدفين لمثلهما على ملعب الحسين بن علي بمدينة الخليل. وتقدم دورة أولا عبر لاعبه بذل السبع في الدقيقة 33 قبل أن يعادل العميد النتيجة في الدقيقة 55 من عمر المباراة. وعادت كتيبة الجبل التقدم بهدف أسامة شعبان في الدقيقة 65، إلا أن الفتى الذهبي لفريق شباب الخليل فهد العتال أخرج فريقه متعادلا بعد 21 ثانية من دخوله بديلا في اللقاء، ليستمر العميد في الصدارة مبتعدا بفارق 6 نقاط عن الخضر صاحب الترتيب الثاني. في المحافظات الجنوبية ولحساب مباريات الأسبوع 16 من دوري الوطنية موبايل الممتاز، عزز خدمات رفح موقعه في الصدارة ب 35 نقطة بعد تغلبه على اتحاد الشجاعية بهدفين نظيفين، مستغلا تعثر مطارده الصداقة بالتعادل أمام هلال غزة. لا زالت أصداء اللقاء التاريخي لمنتخبنا الأولمبي وشقيقه الجزائري على ملعب 5 جوليا، وما شهده من ترحاب شعبي ورسمي من أحفاد الرئيس الراحل هواري بومدين.
لا زالت آثار هذا المشهد الرياضي الكروي الجزائري الفلسطيني في ملاعبنا وشارعنا الرياضي. فعلى ملعب اليرموك انتفض فريق غزة الرياضي أمام خدمات الشاطئ وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدف. حاجة فريق الشاطئ للفوز وهو الذي يعاني من شبح الهبوط كانت أكبر من حاجة الرياضي الذي يقطن في المنطقة الدافئة، لكن لم تأتي الرياح كما تشتهي سفن البحرية، فكانت الأخطاء الدفاعية السبب الرئيس في هذه الخسارة. وقد افتتح هداف العميد سليمان العبيد التسجيل في الدقيقة السادسة من خطأ اقتنص الهدف الأول، ليحتسب الحكم سعيد عبد الوهاب ركلة جزاء للشاطئ سجل منها محمد زدودي هدف التعادل في الدقيقة 20. وحرم حارس الرياض إسماعيل مدهون الشاطئ من تسجيل أهداف أخرى ووقف سدا منيعا في الزود عن مرماه. وعلى عكس مجريات اللعب استغل العبيد خطأ آخر لدفاع الشاطئ ارتكبه محمد زدودي، خطف سليمان العبيد الكرة وسجل الهدف بطريقة جميلة في مرمى أمير الكرد في الدقيقة 39. لكن العبيد وعلى غير العادة امتنع عن تلقي تهنئة زملائه احتراما لناديه السابق. وفي الشوط الثاني عاد القناص سليمان العبيد واستغل خطأ ثالثا من دفاع الشاطئ سجل الهدف الثالث له في اللقاء في الدقيقة 58، رفع رصيده من الأهداف إلى 15 هدفا في صدارة الهدافين، لينتهي اللقاء بفوز الرياضي بثلاثة أهداف لهدف، رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، فيما يحتل خدمات الشاطئ المركز العاشر برصيد 14 نقطة. الحضور الجماهيري الكبير فعل فعلته وألهب أجواء المباراة. اعتمد الفريقان على الهجمات المرتدة السريعة والكرات الحرة، لكن شباب خان يونس كان الأخطر طيلة الشوط الأول، وسدد إسلام أبو عبيد كرة صدها باسل الصباحين، وعاد أبو عبيد وحول رأسية متقنة حولها الصباحين إلى ركنية بصعوبة. شن شباب رفع هجمات مضادة نجح في إحداها من الحصول على ركلة جزاء سجل منها محمد أبو داني الهدف الأول في الدقيقة 30 على يمين حسين البطراوي، لكن رد شباب خان يونس جاء سريعا عندما مر المتخصص حسن حنيدك كرة حرة أمامية لتصل إلى عيد العكاوي الذي سددها في شباك باسل الصباحين في الدقيقة 35. تحركات عيد العكاوي وانطلاقاته السريعة كانت مصدر إزعاج لدفاع وحارس شباب رفح، ومن هجمة لشباب رفح سدد بسام قشطة وصدها البطراوي لترتد إلى المتحفز محمد القاضي الذي سجل منها هدف التقدم في الدقيقة 35 وسط فرحة عارمة من جماهير الزعيم. لم يستسلم شباب خان يونس وتمكن من تسجيل هدف التعادل مع نهاية المباراة عندما وصلت الكرة إلى المدافع المتقدم عبد المجيد عوض، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لهدفين، وبقي شباب رفح في المركز الثالث برصيد 29 نقطة وشباب خان يونس في المركز الخامس برصيد 24 نقطة. وقد جاءت باقي النتائج، أن فاز خدمات رفح على اتحاد الشجاعية بهدفين دون رد، وفاز خدمات المغازي على خدمات خان يونس بهدف وحيد، وزاد فريق شباب جباليا من أوجاع اتحاد خان يونس بعد أن فاز عليه بهدف دون رد، فيما تعادل الصداقة والهلال بهدف لهدف. ألقى تعادل شباب رفح والصداقة بظلاله على لائحة ترتيب الفرق بعد أن حقق فريق خدمات رفح فوزا مهما أبعده في الصدارة بخمس نقاط عن أقرب ملاحقيه. من ملعب خان يونس البلدي، إياد الرئيس، تلفزيون فلسطين. في بطولة كأس فلسطين تأهل أهل الخليل حامل اللقب إلى الدور الثاني من المسابقة بعد فوزه على سيلة الحارثية بستة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الدور الأول. وفي لقاء آخر حسم وادي النيس تأهله إلى الدور ذاته بعد فوزه على القوات الفلسطينية بهدف نظيف أحرزه اللاعب أحمد جمال عند الدقيقة 48 من المباراة. وعلى ملعب الخضر خطف جمعية الشبان المسلمين بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة بتغلبه على مؤسسة البيرة بركلات ترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، وأحرز أهداف الجمعية اللاعب ثائر أبو دية، في حين أحرز أهداف البيرة كل من حسام زيادة وأمين عبد اللطيف.
وصلت مساء أمس الاثنين إلى مدينة الخليل بعثة فريق القوة الجوية العراقي استعدادا لمواجهة شباب الظهرية يوم غد الأربعاء على ملعب دورة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. وكان في استقبال بعثة القوة الجوية فور وصولها مدينة خليل الرحمن اللواء جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة، الذي رحب ببعثة الفريق العراقي في زيارتها الثانية لفلسطين. بدوره دخل فريق الظهرية في معسكر داخلي استعدادا للقائه تحت قيادة المدير الفني عبد الفتاح عرار. وفي سياق متصل، وصلت يوم أمس الاثنين إلى العاصمة البحرينية المنامة بعثة فريق أهل الخليل قبيل لقائه مع فريق المحرق يوم الأربعاء في أولى مباريات الفريقين. عن المجموعة الرابعة. وتتكون بعثة الأهلي من 32 فردا بين لاعبين وإداريين والجهازين الفني والطبي بقيادة المدرب أيمن صندوقة. وكان الأهلي قد خاض خلال الأيام الماضية تدريبات مكثفة على ملعب أريحة بهدف التعود على الأجواء الحارة واللعب على الأرضيات المكسوة بالعشب الطبيعي. التقى لواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية أول أمس الأحد مع رؤساء الاتحادات الرياضية المحلية، وذلك لمناقشة الاتفاقية التي وقعها الأسبوع المنصرم مع نظيره مصطفى بيراف رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية. اللواء الرجوب أكد خلال اللقاء على أهمية استثمار الاتفاقية الجديدة التي وقعت على هامش المباراة التاريخية بين منتخبي فلسطين والجزائر الأولمبيين، وذلك للاستفادة من التجربة الجزائرية في تطوير الرياضة الفلسطينية بمختلف الألعاب الجماعية والفردية. رياضة لكل الفلسطينيين، الرياضة رياضة وطنية تدار تنشر تطور وفق مصلحة الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني في الوطن وفي الشتات. خسر نادي سنجل مماثل فلسطين في بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة المقامة حاليا في تونس لقاءه الثاني أمام نادي الزهراء اللبناني بثلاثة أشواط نظيفة. وكان بطل كأس فلسطين قد خسر بصعوبة أمام الريان القطري في افتتاح مبارياته لحساب المجموعة الثالثة. ممثلا لفلسطين باعتباره بطلا للدوري المحلي، يشارك نادي سنجل للمرة الثانية في البطولة العربية للأندية البطلة بالكرة الطائرة والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي في تونس. ويلعب نادي سنجل لحساب المجموعة الثالثة رفقة فرق الزهراء اللبناني، النصر البحريني، الريان القطري ووادي موسى الأردني. حامل لقب كأس فلسطين استهل مشواره في البطولة بمواجهة الريان القطري، لكن الحظ لم يحالفه رغم أدائه المتمكن. احترافية وإمكانية الفريق الخصم الذي يضم في صفوفه عددا من المحترفين الأجانب حالت دون نجاح سفير فلسطين، لتنتهي المباراة لصالح الفريق القطري بثلاثة أشواط نظيفة. في اللقاء الثاني واجه نجوم فلسطين نادي الزهراء اللبناني. اللقاء امتاز بالندية والإثارة، لكن الغلبة مالت لمصلحة الزهراء بواقع ثلاثة أشواط نظيفة، وبذات النتيجة خسر سنجل ثالث لقاءاته اليوم أمام النصر البحريني. هذا ويلعب سنجل آخر مبارياته لحساب دوري المجموعات أمام فريق وادي موسى الأردني على القاعة الأولمبية بمدينة سوسة يوم غد الأربعاء. نادي سنجل كان قد استعد للمسابقة العربية بإقامة معسكر تدريبي محلي قبل السفر إلى تونس، حيث خاض هناك مباراة تجريبية واحدة مع فريق السويحلي الليبي. أنهى اتحاد السيارات والدراجات النارية يوم الجمعة الماضي منافسات الجولة الخامسة من سباقات السرعة والتي أقيمت في ساحة جامعة الاستقلال بمحافظة أريحة، حيث شهدت الجولة حضورا رسميا وجماهيريا كبيرا. وشارك في هذه الجولة 42 متسابقا، حيث حل جورج سعادة في المركز الأول على فئة سبيد بتوقيت بلغ 2:08:56 من الثانية، وبفارق 3 ثوان عن طارق صرصور صاحب المركز الثاني، في حين احتل عبد الإله نصيف المركز الثالث. وفي باقي النتائج جاءت مرح زحلقة كأسرع متسابقة عن فئة السيدات، وعيسى أنطون كأسرع مبتدئ.
أقامت فرقة الشاولين الصينية لرياضة الكونغ فو عرضا قتاليا استعراضيا يوم الأحد المنقضي بمسرح جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة. هذا وشهد الاستعراض حضورا رسميا وشعبيا كبيرين تمثل بالطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة وشينغ شينغ السفير الصيني لدى دولة فلسطين. يذكر أن فرقة شاولين الصينية هي إحدى أفضل فرق الووشو كونغ فو في الصين، واستمدت اسمها من معبد شاولين الذي يعتبر رهبانه أول من مارس هذه اللعبة قبل 1500 عام. إلى الأخبار الدولية، يستضيف أرسنال الإنجليزي مساء اليوم على ملعبه الإمارات نظيره برشلونة الإسباني في مباراة الذهاب للدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. ويسعى أرسنال بقيادة مدربه الفرنسي أرسن فينغر إلى تجاوز سجله الأسود أمام البرسا وتحقيق الفوز بهدف ضمان لعب مباراة العودة على ملعب الكامب نو بأريحية أكبر. في المقابل يسعى برشلونة حامل اللقب لمواصلة أرقامه الإيجابية، حيث أن الفريق الكتالوني لم يتلقى الخسارة في آخر 33 مباراة في جميع البطولات. وفي لقاء آخر لحساب ذات الدور، يحل بايرن ميونخ الألماني ضيفا ثقيلا على يوفنتوس الإيطالي وصيف النسخة الماضية، وذلك في لقاء ناري مسرحه ملعب يوفنتوس أرينا. أبناء السيدة العجوز يطمح لتحقيق الانتصار على الفريق البافاري لتسهيل مهمتهم في لقاء العودة الشهر القادم، بينما يسعى رفاق مولر للخروج بأقل الأضرار من ملعب منافسهم الإيطالي بانتظار لقاء الإياب على ملعبهم أليانز إرينا. دائما في الملاعب الأوروبية، حافظ أياكس أمستردام على مركزه ثانيا للترتيب ب 58 نقطة إثر فوزه الكبير على ضيفه أكسلسيور بثلاثة أهداف نظيفة لحساب المرحلة 24 من الدوري الهولندي الممتاز. أركيادوس ميليك افتتح مجال تسجيل لأياكس في الدقيقة 41 من مجهود فردي مميز. وعاد ذات اللاعب من جديد ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه عند الدقيقة 55 من تسديدة قوية. فيما اختتم دافي كلاسن أهداف أصحاب الأرض قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق بعد جملة فنية رائعة لفريقه. وفي لقاء آخر عن المرحلة ذاتها، وضع فينورد حدا لسلسلة نتائجه السيئة والتي بلغت 7 هزائم متتالية عقب تعادله على أرضه وبين جماهيره مع ضيفه رودا بهدف لمثله. المهاجم المخضرم ديريك كاوت منح التقدم لأصحاب الأرض من كرة رأسية عند الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، مسجلا هدفه رقم 100 مع فينورد. فيما أدرك ماكن جومبو التعادل للضيوف في الدقيقة 69 من عمر اللقاء. إلى كرة المضرب، تعرض الإسباني رافاييل نادال إلى خيبة جديدة هذا العام بسقوطه في نصف نهائي دورة ريو دي جانيرو البرازيلية للتنس والمقامة على الملاعب الترابية. وخسر نادال في نصف النهائي أمام الأوروغوياني بابلو كويفاس بوقع مجموعتين مقابل مجموعة واحدة. وسبق أن فقد نادال لقبه في دورة بيونس آيرس الأسبوع الماضي بخسارته أمام النمساوي دومينيك تيم في نصف النهائي، كما كان قد ودع بطولة أستراليا المفتوحة من دورها الأول إثر هزيمته أمام مواطنه فرناندو فرداسكو.